انتشار الكلاب السائبة في مناطق مختلفة من العراق باتت تشكل خطراً على حياة المواطنين. ففي منطقة اليرموك الراقية في العاصمة بغداد، وثق رجل بعدسة هاتفه النقال وثق انتشار الكلاب السائبة في شوارع الحي، حيث يواجه الطلاب صعوبة في الذهاب إلى مدارسهم، كذلك تواجه النساء صعوبات في الخروج من منازلهن بسبب انتشار هذه الكلاب السائبة. دعونا نتابع. يعني هاي شوف كم واحد، ايش كم كلب هاي؟